ولو اتحصل كده في ووهان في الصين في بدايه الامر او في بدايه بلد المنشا كان زماننا ارتحنا كلنا. ولكن طبعا مهم، هو اعتقد ان معظم الدول هتبص على البي سي ار وتشوف السلاله عندها موجوده ولا لا، واعتقد ده يحصل في مصر قريب ونعرف ان شاء الله ما تكونش موجوده ونطمئن يعني. بس طبعا حتى بريطانيا هي منعت طيران، يعني احنا مثلا لو احنا اي واحد كان ناوي يسافر منعت الطيران تماما للناس اللي عايشين في جنوب شرق بريطانيا. انا عايش في اسكس فما اقدرش اسافر لغايه الاسبوعين الجايين لمده اسبوعين على الاقل. فهم في محاوله منهم لاحتواء السلاله الجديده، عاوزين يقللوا الانتقال، حتى ممنوع اسافر لاماكن فيها اللي هو التير 1 او تير 2 اللي هي اقل حده من هنا، يعني الاماكن ما فيهاش في بريطانيا كمان. لو نفس السلالة، لو حضرتك النهارده نقدر نقول ده تحور، يعني لو علميا ده تحور ولا سلاله جديده تماما؟ انهي فيهم؟ هو مش سلاله جديده تماما، هو تحور. يعني هو اللي بيحصل الفيروس بيخش جوه الخليه فبيتكاثر، بيتكاثر على حساب الخليه، يعني بيحول الخليه الى مصنع لتكاثره، هو للريبليكيشن بيسميها ريبليكيشن، الحمض النووي بتاعه بيحصل له ريبليكيشن وتكاثر. فهو عشان هو حمض نووي منفرد عباره عن سلسله منفرده، في نوعين من الفيروسات، في حمض نووي منفرد وحمض نووي مزدوج. مزدوج زي مثلا الجديري، زي شلل الاطفال، دي حمض نووي مزدوج. لما يكون حمض نووي منفرد هيكون سهل جدا هو يتكسر وسهل جدا يحصل فيه طفرات، لانه ما بيكملوش حمض نووي سلسله ثانيه او ستراند ثاني من ناحيه ثانيه يكمله ويتاكد ان الناحيه الثانيه صح. فالار ان اي دي بسميها ار ان اي فيروس. ار ان اي فيروسز دي بسهوله بتتحور، بيحصل ميوتيشنز طفرات. اما الدي ان اي فيروس الى حد كبيره بتكون ستيبل او ثابته، يعني على مدى طول العصور يعني الى حد كبير، بس بيحصل بس ميوتيشنز بسيطه جدا. منها مثلا البرد، طب ما البرد والانفلونزا احنا بناخد فاكسين كل سنه لانه بيتطور بيحصل له تغيرات على مستوى الجينات فلازم اخد فاكسين جديد. كورونا هو ار ان اي فيروس بس ما بيحصلوش طفرات كتيره، فبيحصل طفرات مثلا طفره كل شهر او شهرين، فاللي حصل كذا طفرات لغايه دلوقتي. الطفرات المهمه اللي حصلت في فيروس كورونا، في طفره كانت بتخليه متخفي من المناعة في جسم الإنسان.